طيب اخر حاجه قبل ما استقبل بقى مفاجاتي القادمه، الحقيقه قناه النادي الاهلي عامله لحضراتكم النهارده احتفاليه، والحاج ايمن الحقيقه محضر الاكل وكله تمام، وهننتقل بقى مش دلوقتي على طول، هننتقل نروح نقعد في حته تانية ونقعد في خيمه عربي وحاجه، كل ده عشان خاطر طبعا مستر بيتسو موسيماني ومفاجاتنا التانية. بس خليني الاول اخد بعض الاسئله. انا اسف يا مستر بيتسو ان احنا مأخرينك النهارده، ولكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه بيحبك جدا وبعت لك اسئله بجد مش عايز اقول بالملايين عشان الناس ما تخلينيش بتقول ان انا بكتر ولا حاجه، ولكن اسئله كتيره جدا 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 لمستر بيتسو موسيماني. اروى خالد بتقول يلا يا كابتن اسلام تسخن عشان هاني تعبان. لا ان شاء الله هاني يبقى محمد هاني يبقى كويس ان شاء الله، اصابته تعدي ويبقى زي الفل. هل الاهلي محتاج وجود رؤوس حربه خلال الفتره اللي جايه؟ لو عايز تجاوب على السؤال اوكي، مش عايز زي ما انت عايز طبعا. دي رون لايك شريف. انت بتحب الشريف بيقول لك؟ يعني اللي بعت لي السؤال ده اسمه معتز بيقول لك انت بتحب الشريف؟ ده رد السؤال. حد بيقول لي، منير بيقول لي وحشنا سهر، اشكرك جدا. محمد بيقول منور يا كابتن اسلام انت وكابتن بيتسو، على فكره انا بحبه جدا حتى قبل ما يجي الاهلي، وعشان وشه بشوش وملامحه هادئه. عايز اسال مستر بيتسو ايه اكتر بطوله فرح بيها في الاهلي؟ اوف كورس كان نيفر بي بيجر ذان ذا تشامبيونز. ما فيش اكتر من اظن بطوله افريقيا، رابطه الافريقيه اللي احنا كسبناها. واز ماي فيرست دربي، وده كان اول ديربي ليا مع نادي الزمالك، اول ماتش قمه مع نادي الزمالك، وما كانش بس قمه القاهره وقمه مصر، كانت قمه افريقيا كلها. عمري ما هنسى المباراه دي، ما اعتقدش في اهم من كده مباراه. اوكي. مصري بيقول لك عايزين نكسب الترجي رايح جاي ان شاء الله. جمهور الاهلي هو سندك يا مستر موس واحنا بندعمك، ممكن نشوف كورة سان داونز مع النادي الأهلي ولا صعب يا كابتن؟ ده حد بيسألك. It's like you saying لما تكون بتقول can Pep ممكن جارديولا the Barca of ممكن يخلي شافي هرنانديز، ممكن برشلونه يخلي برشلونه مع شافي وهرنانديز وميسي ونيمار وسواريز، كان يو جيت ذات؟ ممكن يرجعه تاني، ممكن ترجعه تاني وتاخد ذات وديه بايرن ميونخ. طبعا ده دي فرقه مختلفه، وانا اقصد فرقه مختلفه باداء مختلف، كل فرقه وليها اداء. اي نو ذات فيري ديفيكولت فور مامي لويس، انا عارف صعب جدا لما ميت سان داونز دلوقتي. They can never have the nine stars. ان مش هيحققوا تسع نجوم زينا، مع عموما عندهم فريق عليها تسع نجوم زي ما الاهلي محقق. يو كان باي ذات. دي مش ممكن تشتريها ابدا. طبعا.